وهتقعد بورسعيد كده وهتقعد مصر كلها كده. مساء الخير يا احمد. مساء الخير فندم، ازيك يا احمد؟ كله تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الاول طمني على الجرح بتاعك، اخباره ايه؟ هو مبدئيا يعني هو بقوة قبل الله للمهندس الله يرحمه، والحمد لله انا مش عارف يعني الحمد لله جبت لينا يعني قطعت الوسط وما اعرفش كم غرزه والله. طيب المهم سلامتك يا احمد، ايه اللي حصل يا احمد النهارده؟ بقول اللي حصل ايه النهارده يا احمد؟ انت كنت رايح فين وايه الحكايه وازاي انت شفت الحكايه ازاي انت؟ احكي لي من لا هو الواقع امبارح، انت حضرتك بتتكلم عن النهارده ولا امبارح؟ على الحادثه بتاعت اللي حصلت بتاعت العربيه. انا كنت موجود عند بمدان المعديه، كان سمعت صوت صريخ وصوت ناس يعني بتصرخ كده، فبصيت ناحيه المعديه لقيت طربوش في ميه، يعني كان في حاجه بقى، فانا لقيت عادي يعني كان زي اي حد كده. نزلت انا يعني جيت قلت ان هو بني ادم مش مركبه، يعني مش مركبه او ما جيش هنا 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 هاتولي هنا أمه. وبعدين اكتشفت ببص لقيت السياره وكان فيها شخصين يعني، بس يعني انا قعدت يعني بلغة من عليا عشان ما تقلقنيش، فقلت حاولت يعني انقذ ما يمكن انقذه. انت نطيت الميه بقى؟ طيب لما نطيت الميه انت نزلت ورا العربيه يا فندم؟ نزلت ورا العربيه يا احمد مش كده؟ اللي خلاني اكسر الزيت بقى عشان ما اقطعش. هو الصوت عامل كده ليه؟ نزل لي الصوت في السماعه يا احمد. أبن. انا ايوه سامعك والله. انت انا مش سامعك، طب علي صوتك يا احمد من فضلك شويه. ماشي حاضر. لما انت نطيت ورا العربيه كانت العربيه ابتدت تغطس في الـ في الـ في الـ في القناه بقى في الميه، ولا كانت ايه الوضع؟ ايه شفته ايه ولا وكنت شايف كويس العربيه ولا شايف ايه قدامك؟ انا هو ما صوتك فيها لسه العربيه طايفه على وش الميه. لغايه لما وصلت للعربيه كانت فيها بدات من ناحيه السواق الله يرحمه، السواق الله يرحمه مهندس، يعني بدات تغطس وكان ومن ناحيه الست بدات ترفع لفوق شويه بس، فده خلاني اكسر الازاز عشان احاول اطلع فيه الاستاذه لطفي. معايا فندم؟ الو. طب انت لما انت كنت ناحيه السواق ولا كنت ناحيه الست اللي انت انقذتها؟ لا كنت ناحيه الاستاذه لطفي. طيب انت الازاز كان مقفول بقى والعربيه عماله تغطس، كسرته ولا ايه؟ وكسر يعني ايه اللي عملته؟ ما هو ما انا بقول لحضرتك انا كسرت عشان انا بقى مش تحت ضغط الميه. كسرته، هو ده اللي فيه اللي قطع في الوتر. لما كسرته. طب كويس. وبعدين ايه اللي حصل؟ شديتها بقى من الشباك يعني ولا عملت ايه؟ شديتها بقى من الشباك. بقول لحضرتك شديتها من الشباك. ما كانش ينفع تطلع من الباب يعني. ما انا عارف انا. مش هتطلع. طب كويس انها طلعت معاك يعني كانت سهل انها تطلع، ما مسكتش في العربيه، ما مسكتش في من عند ربنا والله، من عند ربنا. طبعا كانت ايدي اصلا مش قادر اعمل بقى حاجه، ومفيش الا ايد واحده بس اللي بشرب بيها. هي من عند ربنا الحمد لله. طيب. على عايز اقول لك يا احمد يعني انت الحقيقه اللي عملته ده شيء يعني شيء رائع وجميل، وربنا يكرمك زي ما انقذت واحده كان ربنا كاتب لها عمر ان شاء الله. بس هو ده هي دي شهامتنا احنا المصريين. بشكرك يا احمد جدا، وربنا يشفي لك دراعك اللي اتعور ده.